خلاص كلها كام ساعة؟ وعشرين عشرين تودعنا. راحت بحلوها وبمرها بمشاكلها، بالناس اللي مشيت وبالناس اللي قاعدة. اتعلمت ان انا ملعنش ولا سنة تعدي عليا. اتعلمت ان انا اشكر. كفاية ان عدى 365 يوم وانا بتنفس من غير نفس، من غير مستشفى، من غير دكتور. اتعلمت ان كل حاجة في الدنيا دي بتهون قصاد نعمة الحياة. اتعلمت انه اي احداث بتمر، اي خذلان بيعدي، اي ظلم بيتبدل، مفيش حاجة ثابتة في الحياة، كله هيمر. اي تعب، اي مشاكل، اي فراق، كله هيعدي وهنفضل موجودين، ولازم نعدي ولازم نبدأ من جديد. اتعلمت اننا طول الوقت في تحديات، في تحديات مع اشخاص، في تحديات مع مواقف. احنا طول الوقت بنجري عشان نثبت اننا احسن، بنجري علشان نقول اننا احق بالفرص. طول الوقت في تحديات. اتعلمت ان في ناس تستاهل التعب، في ناس تستاهل المعافرة، حتى لو كانوا بيغلطوا في حقنا غلط كبير بس يستاهلوا. وتعلمت ان في ناس خسارتهم مكسب، لازم نسيبهم ونمشي. وكون ان احنا خايفين ان احنا نمشي فده في حد ذاته غلط، لانه بيخلينا نستنفذ من قوتنا ومن طاقتنا اكتر. اتعلمت ان معرفة الناس كنوز. انتوا كنوز، ضيوفي اللي نوروني طول السنة اللي فاتت دول الكنوز، ومتابعيني الشاشة دي كنز. اتعلمت ان الناس كنوز بس في حدود، ما ندخلش اكتر من اللازم معاهم. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة، وكل سنة احسن من السنة اللي قبلها. حتى اللي فاتت لو كانت مش حلوة هي خلصت خلاص. عايزة بس اقول لكم ان انا فرحانة جدا ان انا النهاردة معاكم يوم راس السنة، وفرحانة كمان بالجو اللي احنا عاملينه. وعايزة اشكر دكتور امير واشكر شركة كيو اتش بي، لان هي ادتنا فرصة ان احنا نكون معاكم النهاردة ونكون جزء من الاحتفال اللي هم عاملينه، وجزء من ان احنا نفرحكم. فبشكرك جدا كالعادة. بشكرك. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيبة يا كريستينا، وكل سنة. أمين. وكل عملائنا بخير، وكل مشاهدينك بخير. امين يا رب. طبعا انا مبسوطه ان انت معانا، والهدايا رائعه، وهنتفق ان انا هاخد سلسله زي دي قبل ما اروح. انت على طول مستغليان يا ست انت. على طول كده، على طول تطلعيني من هنا غرمان. طبعا دكتور امير، تسلم. دكتور امير نبيل حلمي، رئيس مجلس اداره شركه كيو اتش بي للادويه ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبيه. ايه اللي انت عامله ده؟ احنا كنا مع بعض من شهرين ثلاثه فاتوا، اعلنا ان في مسابقه، فاكره؟ واحنا بنوفي ما بنقولش اي كلام. كل اللي تابعونا على الصفحه، وكل اللي وصل لهم المسج، وكل اللي اتفرجوا علينا وبعتوا لنا الفواتير بتاعتهم ان هم اشتروا فعلا وجربوا، سواء باللوان او كارديفير اللي هو بتاع السكين كير بتاع التفتيح، او الديكريان الهير كير اللي هو سبراي وشامبو للشعر سواء للتساقط او للقشره. كل اللي بعتوا لنا واستخدموا المنتجات وقالوا عليها انها حلوه او ما قالوش، بس بعتوا لنا صوره الفاتوره، دخلوا معانا السحب اللي هنعمله النهارده ان شاء الله. طيب احنا النهارده هنعمل ايه بقى؟ نختم السنه بحاجات حلوه تهون علينا شويه اللي عدى طول السنه اللي فاتت. انتوا يا دكتور يعني مكرين ليه بقى؟ مش موضوع ان انت بتديني هديه وعليها هديه، لا، انت بتديني هديه اكبر افضل طول الوقت فاكراكوا بيها. يعني لو مسكت الموبايل هفضل طول عمري فاكراكوا، لو الشاشه هفضل فاكراكوا، وهشتري تاني، والعيله هتشتري والجيران. فلا انتوا مكرين. احنا لسه اللي هيكمل معانا كمان لسه في هدايا تانيه في عيد الام. انا منهم. يعني احنا هننهي المسابقه النهارده، والسحب هنعمله النهارده، واللي هيكسب هيكسب النهارده باذن الله. من بكره هنبدا الكامبين الجديد لهدايا عيد الام. يعني من بكره، من بكره اللي هيشتري، لو انا اشتريت هيدخل معانا السحب اوريدي بتاع عيد الام اللي جاي. هعمل، مش هعمل اي حاجه غير اني هبعت صوره الفاتوره عندكم ان شاء الله. مش لازم اقول المنتج حلو او وحش ولا اي حاجه. هو ما حدش خد مننا منتجات لغايه دلوقتي، الحمد لله. ده حقيقي، الحمد لله فعلا. يعني كل اللي جربوها نعرفهم او ما نعرفهمش، الحمد لله، كلهم بصراحه بعتوا لنا ريفيوهات حلوه جدا، وقالوا المنتج فعلا فوق الوصف، سواء وقت قصير كمان، كريم للبشره او سبراي للشعر او بيلا للتخسيس. وعندي ناس كانت لسه بتكلمني النهارده بالصدفه بيقولوا لي احنا نزلنا من 109 لحاجه و90 كيلو. وانا هخس امتى؟ استخدمي بيلا. لا هنستخدم. بس دلوقتي خلونا نرحب باستاذه نرمين. تعرفنا بقى مين نرمين اللي داخله معانا الهوا دلوقتي. نرمين نجيب هي المدير التنفيذي لشركه كيو اتش بي.
واحد من احد الاعمده اللي احنا بعتمد عليها في الشغل، هي زي القمر اصلا، العقل المدبر تقريبا، وهي اللي مخططه للسحب ده كله والمسابقه دي كلها والهدايا، وهي اللي اختارت بنفسها بعنايه، وهي اللي نزلت اشترت، وهي انت اللي عملت هي كل اللي ده؟ عملت الفيلم ده كله. انا بحبك جدا يا نرميل. يعني انا اللي في الصوره صحيح، لكن انا زمايلي هم اللي شغالين وهم اللي عاملين الشغل ده كله. هي مش اصلا أنا. زي القمر وعسل جدا. لا ومعانا كمان ماما نويل قمرايه خالص، ميرنا صح؟ ميرنا. ماما نويل هي اللي هتختار، فطبعا كلنا وهي بتدعي يعني وهي بتختار نقعد ندعي ان ايديها يكون فيها البركه ونكسب. يلا بينا، احنا عندنا جزئين. الاول في السحب، يلا بينا. في الناس اللي كانت فواتيرها معديه ال 500 جنيه دي هتخش معانا على سحب المركز الاول، ده عباره عن السلسله الذهب، قول او الموبايل، وريهم السلسله، او شاشه التلفزيون. بصوا السلسله فظيعه وشيك جدا، امسكها حاضر. ينفع البسها؟ مش للدرجه دي. طيب السلسله يلا بينا، قمرايه خالص اهي. سلسلة بجد، مش سلسلة دهب. ده دهب دهب، مش دهب صيني. تمام، انا عايز اقول لك كمان ان نرمين كان الاقتراح بتاعها الاحلى كمان اللي عجبني، ان احنا يبقى الجايزه جايزتين والناس تيجي تستلم الجوائز بتاعتها هنا على الهواء. يعني احنا اللي هيكسب دلوقتي مش هيتبعت له الجايزه على البيت ولا هيجي مقر الشركه، هنطلبه مخصوص ويجي لحد هنا وهيصور معانا على الهواء بعد اذنك طبعا، وبعد اذن اداره القناه ان شاء الله هنستضيفه هنا يجي يستلم الهديه بتاعته على الهواء، عشان الناس ما تقولش احنا مفبركين ولا جايبين ناس تبعنا ولا 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 الكلام ده كله. الحلقه الجايه ان شاء الله كل الناس اللي هيتقال اسمها دلوقتي وهنتصل بيهم قدامكم على الهواء مباشره هم دول اللي هيكونوا معانا باذن الله الحلقه اللي جايه، وان شاء الله ان شاء الله هيستلموا الهدايا قدامكم. طيب يلا بينا، بس ممكن نبدا بقى نسحب اول حاجه نرمين المركز الاول اللي هم المركز الاول. طلع من عيني. ذوقك طبعا، فعشان كده عسل. المركز الاول ثلاثة، السلسله والموبايل والتلفزيون، دول اللي هنبدا عليهم الاختيار على طول دلوقتي باذن الله. يلا بينا، اول واحد هيكون كسبان معانا يا بابا نويل. المفروض انا اللي اقعد ادعي. يا رب يا رب يا رب، كل اللي قدام الشاشه بقى هم اللي يدعوا. يا رب يا رب. لحظه واحده وريني. السيده حسين، رقم السيده حسين، تليفون 010-1675-6403. السيدة حسين تاني اهو اهو. لو طلع انا معرفش مين السيدة قدامكم. حسين ما انا عارفه، معرفش هي شارية من عندنا احنا منتج دايركت إيه؟ ولا شارية من الصيدلية. من الصيدلية. تمام، ومعرفش هي شارية ايه، هي ترد علينا وهي اللي تقول لنا 010. يا ريت لو الكنترول هيتصل لنا بيها دلوقتي ونكلمها. طيب على الهواء ممكن مباشرة. بعد اذنكم بس نتصل بالرقم تاني 010-1675-6403. السيدة حسين دي اللي هتاخد السلسله. هنتقاسم فيها يا مدام سيده. ماشي، الفكره عجباني جدا، وعجبني زي ما قلنا الحلقات اللي فاتت ان هي الحاجه مش رخيصه ومش اي كلام ومش بنضحك على العقول وخلاص، لا احنا جايبين هدايا بجد وحاجات قيمه جدا. انا هرجع اشكر تاني نرمين ان هي اللي نزلت واختارت الحاجات دي بنفسها. بصي انت، انا كان نفسي يبقى في مايك عشان تحكي وتتكلم. معانا طبعا الشق الثاني برضو من اعمده التسويق معايا فانا، بس هي للاسف ظروفها ما سمحتش ان هي تيجي معانا النهارده. يعني اصلا كل سنه وهي طيبه. كل سنه وانتم كلكم طيبين، كل سنة يعني طيبين كلكم. كفايه ان احنا مغلسين عليكم نازلينكم النهارده، بس تمام. طبعا دلوقتي استاذه السيده لو سمحتوا توصلونا بيها. الو. طيب تمام. طيب احنا ممكن تقول لنا بقيه، او تقول لنا دكتور بقيه الاقسام بتاعه الموضوع بتاعه الهدايا دي كده اول شق. بعد كده هيكون ان شاء الله السحب هيكون على ايه؟ السحب بتاع المركز الثاني. ايوه، هيكون معانا اربعه انفيتيشن. تمام، لعيادات من اكبر عيادات التجميل في القاهره والجيزه. طيب دي واحده، احنا معانا دلوقتي متسابقه استاذه السيده حسين. الو. ايوه معاك. ايوه معاك. مساء الخير. كل سنه وانت طيبه وحضرتك بخير. انت عارفه احنا مين؟ انا عارفه. انا كنت عملت اوردر مع الدكتوره الشيري، اللي هو منتج بلا وان. وخسيتي ولا لا ولا؟ طيب انت عارفه ان انت دلوقتي كسبتي معانا سلسله ذهب؟ لا يا شيخ والله، لا 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 لا، ده انت تفتحي القناه بقى
لا هو ايه اللي هاخدها؟ انا اساسا عايزه اخدها. انت دلوقتي على الهواء مباشره على قناه الصحه والجمال، ودي أيوة. احتفاليه شركه كيو اتش بي للادويه ومستحضرات التجميل، وانت اللي فايزه معانا بالسلسله الذهب، ولو فتحتي الشاشه هتشوفيها دلوقتي ان شاء الله. بس انا دلوقتي مش في البيت. طيب احنا بنقول لك ان انت كسبتي معانا، وان شاء الله فريق فريق الشركه هيتواصلوا معاكي عشان ان شاء الله تكوني معانا الخميس اللي جاي على الهواء مباشره وتستلمي هديتك ان شاء الله. باذن الله باذن الله. كل سنه وانت طيبه. اظن دي معايده حلوه. وحضرتك طيبه حبيبتي، ورب يكون عام سعيد علينا وعليكم باذن الله. امين يا رب. امين. والف مبروك. الف الف مبروك. ربنا يحفظك يا حبيبتي. تسلم. مع الف سلامه. يلا بينا. مستعد يا ماما نوي؟ بابا ولا ماما؟ الجائزة الثانية الموبايل يا نرمي. الموبايل، موبايل اوبو. موبايل اوبو. دعاء أسامة 0185-0695. دعاء أسامة دي اللي كسبت الموبايل الاوبو. ألف مبروك يا دعاء. طيب دلوقتي هم على طول بيحاولوا يتواصلوا معاها. اتفضل، ده الموبايل الأوبو أهو. استنوا يا جماعة بعد إذنكم، أنا عارفة أنتوا بتضربوني لما بقوم والله، بس غصب عني. أهو الأوبو كمان مغلفينه وعاملينه وحاطين حاجات وهدايا. اللي يستلم بقى هو اللي يفتح البرشامة بنفسه. اللي واقفين على الكاميرا بيقولوا لي إحنا. طيب ودلوقتي بيتواصلوا. يشتركوا معانا في المسابقة الجاية وياخدوا هدايا. أيوة ست الحبايب. يعني خلوا المدام تشتري و... وتمام. طيب أنا عايزاك بس تفكرنا كمان بالمنتجات. إحنا كان أول منتج البنت البكرية بيلا وان. بيلا وان. اللي كان ليها شعرها بقى. بيلا وان أكياس للسيليوم، أعشاب طبيعية جدا للتخسيس. طبيعية 100%. هي بتساعد في سد الشهية، إن إحنا نقلل الأكل بتاعنا. طبعا هي محتاجة نشرب مية كتير. ونظام غذائي. ونظام غذائي، بس هو هي هتساعدنا ان احنا نقلل الاكل طبيعي. ده فعلا ده حقيقي. واحنا قلت الكلام ده، ان انا جربت وهي بتساعد على تقليل الشهيه بشكل كويس جدا جدا جدا. فلو الموضوع كله متعلق بان الموضوع بس انا باكل كتير فانا مش عارف احرق الاكل ده كله، هي بتساعدك او بتساعدك ان انت تقللي الاكل بتاعك، فبيبقى اللي داخل قليل جدا اقدر اخرج قدامه طاقه، فبالتالي اقدر اسحب من الطاقه او الدهون المتخزنة في الجسم بشكل طبيعي جدا. حلو جدا. ساعتها قلنا شعار كده مع بيلا وان، هناكل وهنخس وهنحرق وهننحت. انا ساعتها قلت لك انا عايزه انحت الجسم عشان يبقى في شيب كده. هلبس لبسي كله وهاكل اللي نفسي فيه كله وهحرق دهون وهخس. وساعتها قلنا ان وانت قلت عايز انحت. انا ده امنيتي في الحياه. وساعتها قلنا ان هو ما بيشتغلش على اي مركز من مراكز المخ تماما خالص خالص. اعشاب طبيعيه وظيفتها انها تعمل بلك في المعده، تنفش مع شرب الميه فبتدينا احساس بالشبع. هي عامله زي بالون المعده بس من غير عمليه، من غير ما ادخل حاجه جوه معدتي. بالظبط. طيب ممكن نسحب ورقه تاني لحد ما يتصلوا عشان وقت الحلقه. ويا ريت يا جماعه بعد اذنكم يعني نشهر في الاتصال. الهديه الثالثه دي التلفزيون كام بوصه؟ ال سي دي، بس ما قدرناش نجيبه معانا. ده كام بوصه بس عشان يفرق معايا انا التفاصيل دي. ده تلفزيون للاسف. هو فعلا احنا ما عرفناش نعمله تصريح دخول. ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه لازم هيكون موجود عشان نسلمه باذن الله. اهو شيماء محمد 010-9465-400. بعد اذنكم في الكنترول نتصل باستاذه شيماء 010-9465-400. استاذه شيماء دي اللي كسبت التلفزيون. دي التلفزيون. الف مبروك يا شيماء. الف الف مبروك. ودلوقتي ان شاء الله يحاولوا يتصلوا بيها ونقول لهم. وانا عاجبني ان الناس كمان ايه قاعده متفاجئه بالموضوع، ومتهيالي دي يعني عيديه حلوه قوي. بص السنه اللي فاتت كانت صعبه جداً. فلما تنتهي بحاجه حلوه يبقى كويس. او يمكن انا من الناس اللي دايما شايفه ان انا ما عنديش حظ واني عمري ما هكسب، فتخيل ان انا لو كسبت فدي حاجه تبقى كويسه جدا. طبعا. ايوه استاذه دعاء معانا. اتفضل. مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك؟ تمام والله الحمد لله. الاول كل سنه وانت طيبه ويا رب سنه سعيده عليكي. انت عارفه احنا مين؟ ايوه
طيب احنا قناه الصحه والجمال، وهنا برنامج حكايه نجاح في احتفاليه شركه كيو اتش بي. انت اشتريتي منتج ايه منهم؟ اشتريت منتج فيلا برضو. طب برافو عليكي. وبعتلهم الاستمارة او الحاجه اللي انت اشتريتي بيها الفاتوره، صح؟ اه تمام. اه طيب انت عارفه ان انت كسبتي معانا النهارده؟ كسبت ايه؟ انت نفسك تكسبي ايه؟ طيب انت كسبتي استاذه دعاء تقريبا الموبايل. انت كسبتي معانا موبايل اوبو. موبايل اوبو؟ اه طيب تمام حلو. تمام حلو. طيب كل سنه وانت طيبه. فريق فريق الشركه هيتواصلوا معاكي ان شاء الله علشان كل سنه وانتم طيبين كده. ولا اي حاجه على الهواء اي حاجه. لا ولا اي حاجه. طيب هيتواصلوا معاكي ان شاء الله عشان تكوني معانا الحلقه اللي جايه وتستلمي الهديه بتاعتك على الهواء باذن الله ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. طيب احنا كده ناقص لنا بس ان شاء الله الاستاذه شيماء. ممكن نسحب بقى اللي بعده. استني بس الاول قولي لنا احنا هيكون ايه اللي بعد كده او ايه اللي بعد كده. احنا كده خلصنا الثلاث جوائز الكبار. احنا دول الثلاث جوائز بتوع المركز الاول. تمام. اللي بعد كده نرمين هنعمل ايه؟ المركز الثاني هنا. المركز الثاني لا المركز الثاني هندخل معاهم كمان الناس اللي كانت شاريه باكتر من 500 جنيه هيدخلوا معاهم في السحب، صح كده؟ يعني انا لو اصلا كنت في المركز الاول فانا ليا فرصه دلوقتي ان انا فرصة اكسب تاني. انك تدخلي تاني معانا على الهدايا دي. الله عليكم يا جماعه، والله انتوا ناس جميله جدا. طيب احنا دلوقتي هنضيفهم على بعض. بصي بقى، بصي اعملي بقى كده بايدك اوكي، وطلعي لنا ورق حلو اوكي. دلوقتي الجائزه اللي جايه دي هتكون ايه قبل ما تطلع الورقه؟ بيبي ليس براون. البيبي ليس براون هاخدها وانا ماشيه. موضوع منتهي. قلبي كويس بقى. قلبي كويس كده. بيقولوا لي جوه ولا واحد من اللي كسبوا هياخدوا الهدايا دي، ايه الحاجات دي اتصدرت. مش هيخرجوا. طيب استاذه دميانه نبيل ناشد، مش هنقول الرقم. استاذه دميانه نبيل ناشد، الرقم موجود على الشاشه. دميانة نبيل ناشد. تمام بليز بعد اذنكم بس نتواصل معاها. دي اللي كسبت البراون. طيب خلينا نكمل بس ونقول تاني ان بقيه منتجاتنا. الاول بلاوان انا بستخدمه ازاي؟ باخده كم مره في اليوم؟ كيس على كوبايه ميه قبل الوجبه الرئيسيه بساعه. قبلها بساعه مع مراعاه ان انا اشرب ميه كتير كل ما احس ان انا جعان او جعانه. ليه يعني؟ لان هو الميكانيزم بتاعه ان هو بيعمل بالك في المعده. البالك دي بتيجي ازاي؟ نفس فكره السفنجه، كل ما نديها ميه كل ما تنفش. تنفش اكتر. كل ما تنفش اكتر. فانا ممكن اكون مش جعانه يعني وبيتهيأ لي ان انا جعانه؟ هو احيانا المعده بتدي اشاره للمخ ان انا فاضيه، المخ بيترجمها ان انا جعانه، ان المعده جعانه. فانا لما اديها ميه مش لازم تبقى فاضيه اكل. فعلا؟ اه. فانا ممكن لما اديها ميه كلها انا الميه كلها انا البالك او الاعشاب بتاعت بيلا امتصت المايه اللي في المعده كلها. على فكره ساعات بيحصل معايا كده فعلا، يعني اشرب ميه قبل ما اكل الاقي نفسي شبعت مع اني كنت هموت من الجوع. فممكن يكون ده فعلا نفس بالزبط. الفكره. طيب لحد ما نتصل باستاذه دميانه اللي كسبت البيبي ليز. دميانه معانا؟ الو الو الو. مساء الخير. ايوه كل سنه وانت طيبه. هي ممكن نقف في حته فيها سيجنال؟ طيب الاول كل سنه وانت وانت طيبه. انت عارفه احنا مين؟ طيب انت عارفه احنا مين؟ الله عليكي انت حبيبتي بقى ليه؟ عشان انت اللي قاعده بتتفرجي علينا. كل سنه وانت طيبه. انت عارفه انت كسبتي ايه معانا النهارده؟ الو؟ لا ما اعرفش حضرتك. طيب انت كسبتي معانا بيبي ليس براون متقدمه من شركه كيو اتش بي، وبيقولوا لك كل سنه وانت طيبه بس بطريقتهم. كل سنه وانت طيبه يا دميانه. طيب قولي لي انت اشتريتي ايه من المنتجات؟ اشتريت الشامبو. اه والشامبو بتاع التساقط ولا القشره؟ التساقط. طيب حلو جدا جدا جدا. طيب انا مبسوطه طبعا. ويا اخبار معاكي قولي لنا نتائجه حلوه ولا مش حلوه؟ اه لا كويسه. التحدي ده
التحدي ده. طيب الحمد لله. احنا كمان بنقول لك كل سنه وانت طيبه يا دميانه، وانت دخلتي معانا السحب وكسبتي معانا هديه بسيطه كده بنعيد بيها عليكي. هي مش بسيطه خالص، انا هاخدها اصلا، بس ماشي يعني بنفرحك ان شاء الله. فريق الشركه هيتواصلوا معاكي وننسق مع بعض. نتمنى تكوني معانا الحلقه الجايه على الهواء تستلم هديه باذن الله. ان شاء الله تنورينا. الاتصال اتقطع. طيب الجايزه اللي بعدها اتوصي، يعني قلبي كده اتوصي طلعي لنا هديه. الجايزه اللي بعدها ايه يا نرمين؟ الله عليكم. ده جهاز ايه؟ ايوه دي حاجه يعني ده متكامل. استنوا نقول، استاذه سوزان فايز. يا رب الارقام تكون واضحه، بس هو الاسامي موجوده اهي. سوزان فايز كسبت معانا سلكبيل. استنى بس لما ادور واشوف. بص يا جماعه عيب، ده في كمان قطع مساج والموضوع كبير. ما بنهزرش في الهدايا. لا وكمان البراندات، انا عاجبني انتم مختارين حاجات معروفه وحاجات كويسه، مش حاجات صيني بقى والكلام ده خالص، فيعني بحييكوا على الكلام ده. انا قلت لك الحمد لله ان انا معايا زمايلي في العمل كلهم بيراعوا ضميرهم في الحته هي دي. بتختار كانه لنفسها، انت مش فاهم. لا انا بختار، انا بختار الناس اللي تشتغل معايا صح، عشان كده هي اختارت حاجات حلوه. حلو قوي يا نرمين، وتسلم ايدك طبعا على كل الهدايا دي اللي هتديني منهم واحده وانت طالعه. طيب طيب استاذه سوزان ان شاء الله دلوقتي بيتواصلوا معاها. ممكن نسحب الورقه اللي بعدها عشان الوقت. نقي نقي يعني سمي وانت بتطلعي. ايوه طيب قبل ما نعلن استاذه سوزان مساء الخير. طيب ممكن الصوت يدخل الهواء يا جماعه عشان الصوت مش واضح. الو مساء الخير. مساء الخير استاذه سوزان. ايوه يا فندم معاكي. كل سنه وانت طيبه. ميرسي وكل سنه وحضرتك طيب. بتعرفي تزغرطي ولا ما بتعرفيش؟ لا بس بنتي بتعرف. لا يبقى نجيب بنتك وتزغرط. لا 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 انا الاول وبعدين بنتي تزغرط. طيب الاول بس انت عارفه مين بيكلموكي؟ لا بصراحه بس احب اعرف. طيب انا كريستينا جمال، واحنا في قناه الصحه والجمال في احتفاليه شركه كيو اتش بي. انا اشتريت منهم بيلا فعلا بجد. حقيقه. تخيلتي في حياتك انك ممكن تكسبي ولا بما ان النحس بتاع الشركه؟ خالص في حياتي والله ولا انا. طب كويس، الف مبروك. الف الف مبروك، انت كسبتي. ميرسي. سلكبيل لو انت فاتحه دلوقتي شاشه التلفزيون. لا 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 قولي تاني. لا تاني من الاول. واحده حلوه تاني. لا زغروطه حلوه تاني. بصي يعني اهو نبقى انا هنا السنه باي حاجه حلوه، يعني اي حاجه. الف مبروك. كل سنه وانتم طيبين. ميرسي. كل سنه وانت طيبه، وعلى فكره انت عندك طاقه ايجابيه حلوه جدا وبسطتينا كلنا. تردد القناه كام؟ ربنا يخليكي. ميرسي لشركه كيو اتش بي بجد، وانا عايزه اقول لكم ان انا خسيت حقيقي. بجد؟ قد ايه؟ صدقيني انا خسيت في الشهر 12 كيلو حقيقي. انا عايزه بيلا دلوقتي. حالا دلوقتي. وبامانه انا مش بستخدمه. عندي سؤال وعايزك تجاوبيني بصراحه، انت بتقولي انت خسيتي عشان كسبتي معانا ولا انت خسيتي فعلا؟ لا صدقني بالامانه، لا لا حقيقي خسيتي فعلا. حقيقي. طب انا كنت يعني انا مش عارفه مسجل عندكم اشتريت من امتى. انا اشتريت من يوم 12/11 قريب، وبس فعلا فعلا لا جاب معايا نتيجه جميله قوي. هنتكلم طيب في شهر ونص. ده حلو قوي. احنا مستنيينك الحلقه الجايه بقى تيجي تستلمي الهديه على الهواء. ربنا يخليكوا. شكرا. طيب انت كمان في مفاجاه تانية، ان انت ان شاء الله هتكوني معانا ضيفه الحلقه اللي جايه في البرنامج عشان تستلمي هديتك على الهواء. شكرا حقيقي شكرا. كل سنه وانتم طيبين. زغروطه تاني، مش هقفل الا ما تزغرطي. كل سنه وانت طيبه وعقبال 100 سنه. بص بص انا هقول المتسابقات الحلوه دي نعمل معاهم ايه؟ نديهم الجوائز الكبيره. احنا نبدل. انا بقول كده. طيب المسابقه الثالثه اللي كانت كسبت ايه الاول؟ ده جهاز شمع. انا بحبه البتاع ده، بحبه جدا. بتحب الجوائز كلها. جانيتا. جانيتا. جانيتا، اوكي حلو الاسم جدا. جانيتا ماهر، ما عرفتوش ليه قبل ما اجيب بنتي انا، عيب الكلام ده. جينيتا ماهر. ايوه دي من اللي كسبوا من الليفل الاول على فكره. دول من دول اصلا من اللي كانوا مشترين حاجات من ال 500 اعتقد. ده احنا اخترناهم مره قبل كده؟ لا. حلو جدا جينيتا ماهر. بعد اذنكم نتصل بيها في الكنترول.
اوكي طيب، اعتقد احنا اكتفينا كلام عن بيلا وان، والناس اهي بتتكلم عنه. في منتجات الشركة التانية برضو فكرنا بيها كده بسرعة. انا كنت حابب ان الناس برضو هي اللي تتكلم عنها وتقول هي شافت ايه بعينيها، لان احنا جالنا ريفيوهات حلوة جدا جدا على الكارد فير بتاع التفتيح. اما انا ما خدتش كله ولو سمحت انا عايزه بس انا الحاجه اللي جدا على فكره وما بتجيبش اي نتائج، بس تاني هرجع تاني واقول انا حطاه قبل الميك اب ده بجد، يعني انا حطاه كمرتب قبل الميك اب اهو، يعني انا ما بقتش احط اي مرتبات، هو بالنسبه لي بقى المرتب الاساسي في حياتي ده بامانه يعني. طيب خلاص دي شهاده حلوه، احلى من اي ريفيوهات. طيب الحمد لله يا رب ما يكونش بقى مبقع مكلكع اي حاجه. انا بحطه تقريبا من يوم ما خدته وانا بستخدمه يوميا وبستخدمه قبل الفول ميك اب، فهو حلو قوي في الترطيب. احنا عاملينه البابا نويل برضو ده طبيعي. انا انا افتكرت ان ده ميك اب. طيب جانيتا معانا، مساء الخير. كل سنه وانت طيبه وحضرتك طيبه، عم سعيد عليك. وعليكي. انت عارفه احنا مين الاول؟ برنامج جمال. طيب هو ممكن بس نقف في حته فيها شبكه؟ الصحه والجمال. طب حلو، برافو. انا سمعت الصحه والجمال يبقى انت صح، انت معانا تمام. طيب انا طبعا مبروك وكل سنه وانت طيبه، انت كسبتي معانا هديه متقدمه من شركه كيو اتش بي. لو انت فاتحه طبعا على الهوا دلوقتي اهي الهديه بتاعتك، السلكبيل. لا دي جهاز الشمع. ايوه. الف مبروك، الف الف مبروك. ربنا يخليكي، شكرا خالص. قولي لي انت اشتريتي ايه؟ منتج بيلا. والناس كلها اشترت بيلا؟ طيب كل الناس اشترت بيلا، كل اللي كسبوا تقريبا اشتروا بيلا. اه هو مكمل جميل جدا، ومكون من مكون من اعشاب طبيعيه، نكهه الاناناس جميل جدا، ومعاه فيتامين سي طبعا. جاب معاكي نتيجه؟ اه بيحسس بالشبع وممتاز. بيتعبك؟ بيعمل لك اثار جانبيه؟ الحاجات اللي بتحصل مع ادويه التخسيس؟ لا لا خالص، ما ملوش اي اثار جانبيه، وطعمه جميل جدا وطعمه حلو، ومكوناته طبعا ممتازه، وبيحسس بالشبع طول النهار. انت تخيلتي ان انت ممكن تكسبي؟ يعني في ناس كده على طول حاسه ان هي فقر وما بتكسبش، انا منهم يعني. قال انت كمان حاسه ان انت ما بتكسبيش دايما، ولا لا الحمد لله انت حظك حلو ودايما بتكسبي في اي حاجه؟ الحمد لله الحمد لله. الف مبروك، كل سنه وانت طيبه. فريق البرنامج هيتواصل، فريق الشركه هيتواصلوا معاكي عشان ان شاء الله الحلقه الجايه هتكوني معانا على الهوا هنا في البرنامج عشان تستلمي الهديه بتاعتك ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. تسلم، مع الف سلام. سلام. الهديه اللي بعد كده نقي وسمي اللي هي. بصي انا لسه جايبه بنوته. طب ايه؟ واظن معروف ان الاطفال في السن ده بيحتاجوها جدا. يعني نراعي بعض يا اولاد. سمي سمي. يا مسهل يا رب. هدية حلوة طبعا، وريني مين؟ أستاذة مارينا جمال، أختي تقريبا. مارينا جمال، أستاذة مارينا جمال كسبت معانا الهدية اللي أنا هاخدها دي، وهي هتتنزلي عنها عشان أنا عندي بيبي صغير، يعني أظن نراعي بعض. طب أنا خايف اللي يطلع عندها هي كمان بيبي صغير. مفيش حد عنده غيري عشان تبقى فاهم. مفيش حد عنده غيري، أنا اللي في المرحلة دي، أنا القادمة. أنا القادمة. برضه تاني ارجع اقول لك بتبسط لما الناس بتقول الكومنتات بتاعتها على المنتجات، ومعظم الناس ما بتبقاش عارفه ان احنا اصلا على الهوا، دي حاجه كويسه. دي حاجه حلوه، دي تدل على ان المسابقه فعلا حقيقيه، واحنا الناس دي كلها اشترت سواء من عندنا او من الصيدليات. انا بس عايز انوه على الحته دي، مش الناس دي مش كلها اشترت من عندنا. معظمهم اصلا من الصيدليات. كلهم او معظمهم زي ما انت بتقولي اشتروا من الصيدليات، وبعتوا لنا صور فواتير الصيدليات. احنا المنتجات موجوده فين؟ يعني موجوده في صيدليه، ولا موجوده في شركه تبعكم، ولا لا موجوده في اكتر من اي صيدليه؟ احنا الشركه دي اخر حاجه بنلجا لها ان احنا نبعت اوردر مباشر من عندنا للعميل. دي اخر حاجه بنلجا لها، لكن اي حد بيتواصل معانا ويقول لنا انا عايز المنتج بنبعته على اقرب فرع للصيدليه، وده الافضل وده امن. اي صيدليه جنبه احنا بنقول له حضرتك ساكن فين،
فريق العمل طبعا اللي معايا هو اللي بيعمل كده، حضرتك ساكن فين؟ انا ساكن في المنطقه الفلانيه. طيب في جنبك صيدليه العزبي او 19011 او عز الدين او مصر؟ دي صيدليات كبيره مش صيدليات صغيره، احنا واخدين سلاسل، احنا السلاسل كلها عشان نضمن ان احنا نغطي معظم انحاء الجمهوريه. طب حلو جدا. اسكندريه عندنا محفوظ، عندنا الله الطيبي. دي الصيدليات الكبيره اللي عندنا طبعاً. دي طبعا اللي هي اسمها. فانا لو رحت سالت من غير حتى ملجا للشركه انا هلاقي المنتجات دي موجوده والحاجات دي موجوده. بالظبط. كان ساعات الحلقات اللي فاتت بيبقى فيه اوفرز شويه او هدايا اكتر شويه لينا، فدي ممكن بنطلبها من الشركه وقتها. ولو حضرتك رحتي الفرع ده اللي قريب منك وما لقيتهوش ارجعي لنا على طول على الصفحه واحنا هنتصل بالاداره نخليهم يبعتوه لك من اقرب فرع. حلو. يعني انت ما تتعبيش نفسك، احنا برضو هنبعتهولك من الصيدلية. انت حريص انها تبقى في الصيدلية. انا بحب امشي قانوني قوي، يعني الحاجة دي مجال بيعها او محل بيعها هو الصيدلية. بالظبط. انا كعميل عشان اطمن ان انا اخد حاجة مضمونة انا شخصيا بروح اشتري من الصيدلية. فلما حضرتك تيجي تقولي لي انا عايز المنتج بتاعك هقولك انا مش جهة بيع للجمهور، لكن انا اسهل لك توصلي لها ازاي. طيب احنا دلوقتي معانا استاذه مارينا. استاذه مارينا جمال. الو. الو. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. عامله ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما. انت عارفه احنا مين؟ طيب حلو جدا. الله عليكي، حلو جدا. طيب انت عارفه انت كسبتي معانا النهارده شركه هديه. ايوه اهو اللي هتديهوني عشان انا عندي بنوته صغيره. تمام. وصل وصل. كل سنه وانت طيبه والف الف مبروك. انت خدتي منتج ايه من الشركه؟ اخدت كريم معين والكريم التقطيع كان هديه. اخدت الكارديفير. منتج رهيب بصراحه جدا. مارينا انت استخدمتي الكارديفير؟ ايه استخدمتي كريم كارديفير؟ انت جدا فعلا جدا معايا من اول يوم. اخدتي ايه؟ كريم التفتيح الهالات السوداء ولا الفيتامين سي؟ لا الهالات السوداء. الهالات السوداء. فرق جدا. جاب معاكي النتيجه بعد قد ايه؟ بالظبط يومين بالظبط لقيت فيه تحسن كتير. ده حقيقي. هايل. بما ان انا بستخدمه فانا اامن على الكلام. دي شهاده طبعا احنا بنعتز بيها وبنقول لك كل سنه وانت طيبه. ميري كريسماس. نتمنى تكوني معانا الحلقة الجاية على الهواء تستلمي هديتك بنفسك. إن شاء الله. تسلمي، كل سنة وأنتِ طيبة. طيب بسرعة بقى جدا بقية الهدايا عشان الوقت. لا 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 بسرعة، إحنا لسه عندنا هدايا تقيلة. طيب قول لنا اللي جاية. سشوار. سشوار. طيب إيه؟ كينزو. كينزو. استنوا استنوا إيه ده؟ طيب عشان البابا ما يقعش. طب اسحبي الورقة. ده كمان ليه قطع والموضوع موضوع كبير مش اي كلام يعني. طيب نختار بقى. وريني. مريم يسري. استاذه مريم يسري بليز يا جماعه لو سمحتوا بسرعه نتصل بالفايزين عشان الوقت. طيب طيب ممكن تقول لنا ايه بقيه الجوائز؟ احنا استاذه مريم يسري اول ما تتصل هنقول لها طبعا. تقول لنا ايه بقيه الجوائز؟ دي اخر جائزه الشوار. دي اخر جائزه في الادوات الكهربائيه. حلو قوي. بعد الجوائز اللي عندنا بقى اللي باقيه اربعه فاوتشر. اوكي. الاربعه فايزين معانا. طيب. هيروحوا عيادات تجميل في القاهره او في مصر الجديده او في المهندسين. ممكن نسحب بقيمه 500 جنيه مدفوعه مقدما. اي حاجه بقى ليزر. اي حاجه مفتوحه. ولو بلازمة. انت عايزه اكتر من 500 يعني كملي انت بقى. احنا كده كفايه علينا، احنا كده جبنا اخرنا. تمام. استاذه مريم نجيب بليز يا جماعه بسرعه نتصل بالفايزين. استاذه مريم نجيب دي اول فاوتشر معانا. اول واحده هتكسب. استاذه مريم يسري. ايوه مساء الخير. مساء النور. الناس اللي بتدي طاقه ايجابيه دي عامله ايه؟ الحمد لله. انت عارفه احنا مين؟ ايوه استاذه كريستين. كل سنه وانت طيبه. انت معانا بقى. ايوه طيبه. السشوار حلو قوي وانا هاخده وانا مروحه. تمام. الف مبروك. الف مبروك. انت كنت خدتي ايه من الشركه؟ كنت خدت الشامبو والكريمات للوش
انت خدتي حاجات كتير. وسيرم خدت كذا حاجه. طب حلو جدا، ايه اكتر حاجه عجبتك فيهم؟ الكريمات بتاعت الوش والسيرم بتاع الشعر وتنظيف البشره والفوم، يعني حاجاتهم كانت كلها هايله. طب حلو جدا، تخيلتي انك هتكسبي ولا حاسه ان انا ما بكسبش في اي حاجه؟ لا بصراحه ما صدقتش، يعني كانت اول مره بالنسبه لي. ومش اخر مره، ان شاء الله تشتري تاني وهتدخلي تاني ان شاء الله صاحبه بتاع عيد الام. ان شاء الله ان شاء الله. تعرفي الزغراتي يا مريم؟ الزغرات؟ اه طلب سخيف. بس خلي بالكم من ودانكم. يلا بينا وريني. شايفين الزغاريت يا ولاد؟ الشبكه دي اللي بتقطع ولا؟ بيقولوا لك في الكنترول وكمان زغروطه. كل سنه وانت طيبه يا رب وسنه سعيده عليكي. مع السلامه. طيب استاذه مريم نجيب معانا تاني على الهواء. استاذه مريم نجيب المتسابقه بقى اللي لسه هنتصل بيها. طيب ممكن نسحب المتسابقه اللي بعدها. سمي سمي وريني. استاذه داليا صلاح الدين. داليا صلاح الدين بليز يا جماعه نشهل شويه في الاتصال. داليا صلاح الدين. سيبي الرقم 3. ايه الرقم ده؟ هتلاقيه نفس الرقم اللي معاكم، رقم 3. اوكي هو هتلاقوه نفس الرقم اللي معاكم اللي هو رقم 3. اقوله لكم اسهل؟ طيب انا عارفه ان مش بتحبوا الموضوع بس اوكي. يعني 0122 699 6980. 0122. طيب اوكي شكرا، خدوه خلاص. طيب احنا نجيب كل المتسابقين وبعد كده نقعد نحكي. نسحبي بقى اللي بعدها. احنا كده في بس بتاع التلفزيون وهي اللي ما ردتش صح؟ اه هي هي حظها. طيب نجرب نجرب تاني، لو ما ردتش نختار رقم تاني. طيب خلاص ما فيش مشكله. هي تقريبا اسمها استاذه شيماء. استاذه شيماء نحاول نتصل بيها يا اولاد تاني. بيقولوا لي بنحاول نتصل. بص جابوا اخرهم. معلش عشان لو ما ردتش بقى مش نشوف صاحب نصيب تاني. استاذ مجدي فرج او الراجل معانا. استاذ مجدي فرج او هي كاتبه باسم زوجها. باسم جوزها. استاذ مجدي فرج بليز يا جماعه نتصل بسرعه. دي كده ثالث واحده. ثالث واحده. ثالث واحده. اه في اخر واحده. الثالثه؟ اه. انا لو مش من المحافظه دي ممكن يبقى ليا في مكان تاني مثلا؟ لا يعني حضرتك هتشرفينا وتيجي المحافظه اللي احنا 500 جنيه ده ناجي عليهم جري، ده ناجي ماشي من اسكندريه. دي جلسه تجميل يعني مفتوحه، تعملي فيها اللي انت عايزاه. عايز اي حاجه مش ليزر، صنفره، ميزوثيرابي. انت مش محدد لي الموضوع. انا حاطط لك بادجت هناك، حاطط لك رصيد في العياده. اعملي اللي انت حضرتك تروحي تستخدميه وتعملي بيهم اللي انت عايزاه. حلو. اصل احنا حاجزين مع دكاتره اساتذه في الجامعه. الناس دي اساميها معروفه. دكتوره ولاء او دكتوره نشوه. الناس دي اساميها معروفه. الاثنين معروفين، واحده في مصر الجديده وواحده في المهندسين. ف في النص يعني. شوفي الاقرب لك. الاقرب ليا. بالظبط. طيب ممكن اخر واحده. سمي عشان ده النهايه. النهايه اخر حاجه. استاذه ساميه يوقيم. استاذه ساميه يوقيم. بليز ممكن نتصل بسرعه. سيريال نمبر رقم 11. استاذه مريم نجيب. مريم نجيب اللي هي كسبنا ايه؟ فاوتشر. استاذه مريم نجيب. ايوه. مساء الخير. مساء النور. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا كمان. انت عارفه احنا مين؟ لا بصراحه مش عارفه. طيب تمام. احنا هنا قناه الصحه والجمال، معاكي كريستينا جمال. وانت كسبتي معانا النهارده هديه متقدمه من شركه كيو اتش بي. ايوه ايوه. اشتريتي منهم ايه بقى؟ مش عارفه بصراحه، انا ما اشتريتش حاجه بامانه. اشتريتي بيلا وان ولا ديكريان ولا كارديفير؟ ولا كارديفير ولا اشتريتي ايه؟ اشتريت ايه؟ ايه المنتجات؟ يمكن انا نسيت، قولي لي كده. بيلا وان. بيلا وان بتاع التخسيس. ايوه كده. أيوة. برضو تنسي. طيب طيب حلو جدا. انت عارفه ان انت كمان كسبتي معاهم يعني تذكره كده بقيمه 500 جنيه تروحي بيها مركز التجميل تعملي بيها الجلسات اللي انت نفسك فيها. مش محتاجه نطلب منها. انت جميله. انت بصي بتحايل عليهم يا زغرطه.
بزغرت لك اهو، اصل انا وشي فيه مشكله وعايزه اعمله بجد. بصي عايزاكي ترجعي قمر كده، كان نفسي حد يعمله لي بس الامكانيات ضعيفه. طب الحمد لله، شفتي ربنا بيحب يرضينا ازاي اخر السنه. انت جميله قوي وربنا يسعدك وربنا يخليكم وتفرحوا زي ما بتفرحونا، ربنا يفرحكم يا رب. انا اقول لك بقى مفاجاه احلى، قولي ده انا هيغمى عليا. مش قوي كده، انت ان شاء الله هتكوني معانا الاسبوع اللي جاي على الهواء مباشره من القناه وتستلمي هديتك. تمام. فين؟ في مدينة الإنتاج، هيتصلوا بيكي وهيتفقوا معاكي إن شاء الله عشان تشرفينا هنا في القناة وتستلمي هديتك على الهوا. دي وشي كده ولا لما أعمله الأول؟ زي ما أنت عايزة بقى، شوفي أنت نفسك في إيه. لا أبيض بالأول. طيب خلاص تمام، كل سنة وأنت طيبة. تسلم، مع السلامة. تسلم سلام. طيب بسرعة يا جماعة اللي بعدها بعد إذنكم. طيب منتج البشرة عبارة عن ثلاث حاجات بسرعة برضو فكرنا بيهم. أربع حاجات، كريم الهالات السوداء، فيتامين سي لنضارة البشرة والتجاعيد، وكريم للأماكن الحساسة تفتيح الأماكن الحساسة. تمام. والميك اب ريموفر أو الفوم اللي هو أنا بحبه ده اللي ما خدتوش وهاخده وأنا مروحة، ده بينظف أعماق أعماق مسام البشرة. هو حلو جدا، واحنا عملنا على الهواء تنظيف البشره وانا عملت كمان لايف على صفحتي والناس شافوه رائع ازاي. هو تحفه وبيبص كميه الترطيب. انا في حياتي ده في الفيتامين سي بجد، انا مش عارفه بس انا في حياتي ما حطيت ايدي على وشي ولقيته شبه البيبيهات غير بعد تنظيف البشره، اللي هو مش عظيم يعني ومش عميق، بمنتجات بسيطه جدا. فبجد هو رائع بالنسبه لي بصراحه. ده عشان احنا اللي عاملينه بس. مفيش غرور خالص. مش مغرورين ولا حاجه. احنا خلصنا كده الجوائز بتاعتنا. ايوه استاذه داليا صلاح. ايوه. مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. صحه وسعاده يا رب. يا رب دايما. انت عارفه احنا مين؟ مين معايا؟ طيب احنا قناة الصحة وجمال، انا كريستينا جمال من برنامج حكاية نجاح، وبكلمك علشان انت كسبتي هدية متقدمة من شركة كيو اتش بي. تمام. انت اشتريتي منهم تمام. منتج اشتريتي منهم ايه؟ انا اشتريت منهم اللي هو بتاع تخسيس باللون. بلوان. حلو جدا تخليل. حلو جدا. انت عارفه ان انت كمان كسبتي معانا هديه او تذكره كده حاجه ب 500 جنيه تروحي اي مركز او مركز التجميل اللي هم ان شاء الله متعاقدين معاه، تروحي تعملي الجلسات اللي انت نفسك فيها. يا رب يخليك بجد. والله. كل سنه وانت طيبه. وكمان مش كده وبس، ان شاء الله هيتواصلوا معانا، هيتواصلوا معاكي فريق الشركه عشان يقولوا لك ان انت هتكوني معانا باذن الله الحلقه اللي جايه تستلمي جايزتك على الهوا. يا رب يخليكي. شكرا. متشكره قوي. العفو. متشكره قوي. العفو. متشكره قوي. طيب. ممكن بقيت الارقام بسرعه جدا، ناقص رقم واحد تقريبا، في رقمين ما ردوش، احنا تقريبا وقتنا بيخلص. التلفزيون. التلفزيون زي ما انتوا عايزين. عايزين نسحب ورقه تاني. اوكي. عايزين نسحب ورقه تاني. طيب هو وقت الحلقه خلص في كل الاعمام، في كل الاحوال احنا ممكن نسحبه و نسحب ونعلن ونقفل. سمي تسميه حلوه كده عشان ده بصي موضوع عميق. استاذه فاطمه عادل، لو نقدر نتصل بيها يبقى كتر خيركم والله، يقعد لكم في ميزان حسناتكم. استاذه فاطمه عادل بليز نتصل بيها بس نفرحها قبل ما نختم السنه. يعني كل سنه وانتم طيبين. الفرحه اللي انا شفتها في اصوات الناس في التليفونات دي ما تتقدرش بفلوس. انا خالص. عارفه. ويا رب دايما تفرحوا الناس، وان شاء الله هدايا عيد الام تكون برضو على نفس المستوى. يا رب دايما تفضلوا اصلا في نفس المستوى. ان شاء الله. بشكرك ان انا كنت جزء من يومك وكنت جزء ان انا افرح الناس دي، والدعاوي اللي ادعيت لي كتير جدا، فميرسي طبعا ليك يا دكتور. انا كمان بشكرك ان انت اديتينا فرصه ان احنا نطلع معاكي في يوم زي ده ونفرح الناس بالهدايا البسيطه دي. ده برنامجك وقناتك وان شاء الله معانا كل مره ان شاء الله. طيب قبل ما اختم لازم اشكر الاستاذ العظيم استاذ محمد الملكي، لانه هو السبب في ان الحلقه تطلع بالشكل ده، وهو اللي تعب معانا في الكنترول ودخل لنا كل الناس. فكل سنه وانت طيب، وكل سنه وكلكم طيبين، واهلي وزوجي ربنا يخليهولي ويشفيه طيب، و
نختم السنة ونقفلها على كده ونبتدي سنة جديدة، نتمنى من ربنا ان يفضل مدينا نفس ومدينا عمر وبس. اشوفكم ان شاء الله في 2021. كانت معاكم كريستينا جمال.